دكتور اشرف عبد القادر مدير اداره البحث الجنائي بالغربيه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. دائما ما نقول العمل البحثي يقوم على محورين، منع الجريمه وضبط الجريمه. اليوم نقول رسم البسمه على وجوه الاطفال الايتام، ومشاركه حضرتك مع قيادات مديريه امن الغربيه في الاحتفال بيوم اليتيم بنادي الشرطه بطنطا. حضرتك انطباعك ايه النهارده وحضرتك بترسم البسمه بوجودك مع الاطفال الايتام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومما لا شك فيه ان ادخال السرور والفرحه على قلب اي شخص من اعظم الاخلاق ومن انبلها، وده بيخش تحت رساله الامن اللي احنا مطالبين بتحقيقها، ادخال الفرحه وادخال السرور على جميع انحاء المواطنين. بتزداد خصوصيه وبتزداد اهميه على فرحه اليتيم. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء احد الافراد بيشكو له قسوه قلبه فقال له امسح على راس يتيم. وفي حديث اخر ثاني النبي عليه الصلاه والسلام لما راى انه يقبل اولاده فقال له احد الاعراب اني لا اقبل اولاده، فقال من لا يرحم لا يرحم. فهذه الرساله مسح ادخال الفرحه على سرور اليتامى من ضمن اساسيات ومهام الرساله الامنيه، وبالتالي بتدي نموذج مشرف لرجل الامن لدى اليتيم ولدى الطفل انه يقتدي به ويحتذي به، فبالتالي بنغير الصوره الممقوته لدى المواطنين وبنغير الصوره الممقوته لدى الاطفال بهذه الرساله البسيطه البعيده المعنى في نفوسهم كلهم. كلمه حضرتك بتقولها النهارده للطفل اليتيم في عيده والاحتفال بيومه. ربنا يرعاك ويحفظك، اذا كان مولى عز وجل قدر له ان جعلك يتيما فقد جعلك عنده في اعظم الاماكن واحاط بك قلوب العباد كلهم يهنئون ويفرحون بك. اداره البحث الجنائي كل يوم من نجاح لنجاح، والغربيه ثابته وجودها جدا بفضل مجهود حضرتك ومجهود سيد اللواء مصطفى باز مدير امن الغربيه والساده الضباط بالاداره. وكل يوم مع كل ضربه للبؤر الاجراميه بنسعد كمواطنين وبتزيد فرحتنا. اخرها كان عوده الطبيب المختطف، وكان لنا سبق في تصوير هذا الموضوع مع حضراتكم. يا ترى ايه الجديد هذا الاسبوع من نجاحات لاداره البحث الجنائي بالغربيه؟ هو حاشا لله ومش مجهود فرد، هو مجهود جماعي منظم من مجموعه من اكفأ ضباط المباحث على مستوى الجمهوريه بالفعل، ودي حقيقه. وبيشتغلوا باخلاص وسر نجاحهم هو اخلاصهم في عمله، لان هي الرساله الامنيه مرتبطه بعقيده راسخه لدى المولى عز وجل ولدى الضباط انهم بيأدوا عملهم باخلاص فبيشوفوا ثمره الاخلاص. وانا ان كنت دور ليا فانا دور منظم ودور موجه، فاصغر دور بالنسبه لهم، اما هم الدور الفعال والدور الحقيقي، ودي حقيقه مش مجامله ولا اسعى للاضواء ولا إديك، لكن دي حقيقه مجامله. هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيتعبوا، وانا ببقى من وراهم ببقى من خلفهم ببقى اشارك معاهم. اخر حاجه بالنسبه لنا هنقيم ان شاء الله باكر معرض مسروقات، تخصصنا في ضبط العديد من وسائل النقل المسروقه سواء السيارات المركبات الثقيله او الخفيفه او الملاكه او التوك توك او الدراجات البخاريه. ضابطين 19 تشكيله عصابي ب 36 نشاط فردي، وبكره مش عايز اتكلم لما حضرتك تشوفه وتشوف المعرض، شيء مشرف وشيء يسعد المواطنين. وبنجدد الثقه في جهاز الشرطه وبنبعث رساله الى المواطنين الشرفاء ما تخافوش، وفي نفس الوقت رساله اخرى لكل من تسول له نفسه ان القانون مسلط عليه. شكرا لحضرتك ومزيد من التوفيق.